هذا الرمان اسمه شكارة، شوف شلون رمانه. نوع الرمان في عين التمر هي الخنفاري وقران الغزال والحلواني. هذه عندي شجرة حلواني يكون طعمها حلو جدا، اما العلوي يكون حامض جدا، يصنع من عنده الدبس الرمان. اما النوعية الاخرى فهو الشكارة، هاي الشكارة. اليوم راح اتكلمكم عن اجود انواع الرمان في عين التمر. هذا النوع اسمه شكارة، مذاقه حلو وشكله جميل وسعره مناسب مقارنة بالسعر المصري. هذا سعره بعين التمر سعره 500 دينار مقارنة بالمصري سعره 1000 دينار. شوفوا شلون الحبات شكله وردي وجميل وطيب. المهندس الزراعي أحمد سعد الحرداني، بالعلم نرتقي.